السلام عليكم. تحية نضالية لجميع المناضلين وعلى رأسهم المناضل الكبير ديالنا الأخ مخارك الميلودي مخارك. آخر ما تصلنا لحد الآن الحمد لله بالنسبة للإخوان الإخوة المتقاعدين النضال الكبير الأخ المناضل التدخلات ديالو هذا راه حنا الناس اللي عبوا داك لاتيستاسيون ديرنيوم بلواير اللي كانوا حاضر عليهم الإدارة الحمد لله هذه الأولى هي تفكات بلا داك لاتيستاسيون الحمد لله تقبلوا الوريقات الإخوان وشدوا لي كارت ديالهم وتوضح يعني لنا بلا كاين واحد التآمر اللي غادي يخرج تقاعد يعني الحمد لله بلا ان شاء الله الاتحاد المغربي للشغل الحمد لله اللي تحية نضالية للعاش الاتحاد المغربي للشغل الامور الحمد لله اللي رتريتي كما قلنا مشات وضحت لنا في الكنوبس بلا كاين التآمر ديال الإدارة وديال داك المسؤول اللي مكلف اللي حنا صوتنا عليه اللي غادي يكون مكلف باش تكون واحد التآمر كما ضيعوا هاد الناس هادو الحمد لله حنا توصلنا دابا الخير اخوان كلهم توصلوا بلي كارت ديالهم بالامور ديالهم لي ريتريتي حنا مازالين كنناضلوا الامور قربت ان شاء الله بوادر الخير بدات كتبان وهذا الحمد لله هذا الفضل كله كيرجع للامانه وعلى راسها الاخ مناضل الكبير ديالنا السي مخارك هذه من جهه اخرى النضالات ديالكم ديال سيتي باس والرجوع الجماعي اللي كطالبوا به فين وصل الميل حنا الملف ديالنا وصل ان شاء الله دابا راه حنا في يد السيد رئيس الحكومه والسيد وزير الداخليه هادي راه وصلت عنده الامور ديالنا الحمد لله وراهم وعدونا في اقرب وقت ان شاء الله راه حنا في عما قريب ان شاء الله الرجوع الجامعي ومن هنا كنادي الاخوه اللي مازالين تخدموا باش يزيدوا يناضلوا هذوك اللي خدامين حنا راه ما عندنا الحساب حتى مع واحد وما كنتحاسبوا حتى مع واحد يزيدوا يناضلوا راه الناس ديالهم هادوك اللي كيقول لك هما اللي كيمشيو هما اللي الاداريين ديالهم راه هما اللي دايرين هاد العراقيل وحنا راه ما عندنا الحرب حتى مع شي واحد حنا راه لحد الان مازالين كنناضوا والمراحل اللي دوزناها كامله هو الاخ القنوني غيزيد يشرحها للاخوان وشكرا لفاس نيوز وشكرا لجميع المواقع الالكترونيه اللي كتساندنا وشكرا للصحافه شكرا لجميع المناضلين وشكرا اللي كيساندونا من القريب ومن البعيد وشكرا جزيلا. شكرا لكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخ القنوني المراحل اللي دوزتوا ديال النضالات وفين وصل الملف. اولا تحيه نضاليه لباس نيوز. تحيه للاخ الامين العام مخارق اللي واخذ الملف بجديه واللي غنطرق مع اخر جلسه ديالو اللي كانت يعني السبت اللي فات. كنا درنا جلسه مع الاخ مخارق واللي عطانا فيها المعطيات اخر المعطيات اللقاء ديالو مع رئيس الحكومه حول الملف واللي من خلاله يعني تم فرز الان دخول في اللجنه اللي غادي يكون فيها وزير التشغيل جانب وزير الداخليه اللي صراحه هاد الجوج هادو عندهم واحد المصداقيه وعندهم واحد السمعه طيبه وفي عملهم مجموعه ديال الحوايج واللي حنا تفائلنا خير لما سمعنا بان السيد وزير الداخليه هو السيد حصاد فتفائلنا نظرا للتاريخ ديالو نظرا لمجموعه المواقف ديالو على مستوى العمل يعني لحل المشاكل النقابيه وكذلك على اننا حنا قايمين لحد الساعه مازالين مستمرين في نضالاتنا. نعم. والنضالات ديالنا كان اخر ما قمنا به هي الوقفه اللي كنا قمنا بها امام وتمنعنا امام وزاره الداخليه نظرا للظروف الذاتيه اللي شرحت لنا وتقبلناها بصدر رحب وكنا في نفس اليوم يعني نهار 13 يعني يوم الاربعاء اللي فات قمنا عاوتاني بوقفه امام البرلمان وتوجناها بمسيره في شوارع مدينه الرباط واللي ختمناها بواحد الوقفه بسيطه امام منزل ديال الوزير ديال رئيس الحكومه واللي ما كانش احتجاج عليه ولكن كان تذكير المطالب ديالنا وكذلك الشكر ديالو على يعني الاهتمام ديالو بالملف ديالنا. المحطات النضاليه لحد الساعه هي غتبقى مستمره. يعني خديتو شي وعود على الرجوع الجماعي؟ لا لحد الساعه يعني الكل يتحدث عن الرجوع الجماعي. نعم. يعني الاصداء اللي كتوصلنا هي اصداء طيبه. يعني الملف ديالنا غادي في هذا المستوى هذا. الحمد لله. يعني لا شيء غير الرجوع الجماعي. وكذلك على ان بالنسبه لنا احنا الان كنركزوا على حاجه واحده. وكنتمنى على الجميع يركز سواء الاخوان اللي في فاس ولا اللي في الرباط
هناك معركة واحدة هي معركة الرجوع الجماعي، يعني كرامتنا وقوتنا هي في توحدنا حول هذا الملف هذا. فالإخوة اللي مازالوا كيناقشوا ذاتهم يحسموا في الأمر، لأن التواجد بيناتنا كما كنا خصو يستمر. الإخوة اللي خدامين خصهم يراجعوا ذاتهم. لا يعني دابا هاد الدراري بحال اللي كتوجه، واش الناس بدات تمشي ولا شنو؟ لا 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 بالعكس، غير فقط كاين بعض التساؤلات، يعني كاين الإخوة مثلا اللي خدامين كيتسائلوا، كاين الإخوة اللي الله يهديهم، حنا ما اللي مشاو قدموا ذاك الاستعطاف وذاك المسائل، يعني بحال اللي فقدوا، يعني بحال اللي تغروا بهم بحال شي حاجة. حنا غنقول لهم بأن الرجوع الجماعي هو كرامتنا. الاستعطاف اللي غنكتبوه نكتبوه لذواتنا، نكتبوه للعائلات ديالنا، نكتبوه في ميبا بيناتنا، ماشي نقدموا الاستعطاف للنقابة اللي هذه 20 عام وهي كتنخر فينا وتأمرت على مصالحنا وتوجتها بأنها تأمرت على الفبركة ديال الإفلاس المفبرك ديال الوكالة وبسقة تفيت المشبوهة. لمن غنقدم الاستعطاف لواحد دمرني؟ الاستعطاف اللي كنقدموه حنا كنستعطفوا الله، كنستعطفوا الله اللي وقف معنا منذ البداية أنه يحل لنا المشاكل ديالنا. الاستعطاف كنوجهوا للحكومة، الاستعطاف كنوجهوا لجلالة الملك أنهم يشوفوا فينا. لمن خصنا نقدموا الاستعطاف؟ ماشي لشيء اللي ما لا يملك أي شيء. كذلك أن اللي كنبغي نوجه على أن الآن المعركة هي مستمرة، الحل حنا كنشوفوه كاين، والحل غادي يكون إن شاء الله عاجلا أم آجلا. ولكن اللي كنبغي نقول ومن هنا على أن المناضلين في الرباط قويين بكثافتهم بقلتهم شحال ما كانوا راهم قويين. اللي كنبغي نوجه على أن حتى الاعتقال ديالنا اللي كان ما ضعفناش، بالعكس كانت المسيرة اللي قمنا بها يوم 13 يوم الأربعاء اللي فات كانت مسيرة اللي عطت صدى في الرباط كله، وعطت إشارة لمن يهمه الأمر بأن الاعتقال ما غيضعفناش، مستعدين نعطيه أكثر. أخي القنوني، الأخ القنوني، آخر كلمة. آخر كلمة اللي كنوجهها على أن الصمود هو الأساس، ما دعا حق وراءه طارق، وربي ما غيضيعش المظلوم. شكرا.